الخامسه عصرا بتوقيت القاهره عبد لأهم واخر الاخبار من الجزيره مباشر مصر اهلا بكم نفى الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تهجير الأقباط قصريا من قرية دهشور في أعقاب الأحداث الأخيرة مؤكدا أن التقارير التي تلقتها الرئاسة أشارت إلى خروجهم بسبب الأوضاع الأمنية وأضاف علي أن الرئيس أصدر أوامره لكافة الجهات المعنية بحماية الأسر والممتلكات الخاصة وتعويض المتضررين من الأحداث مطالبا بعودة الأسر المسيحية في أقرب وقت ممكن كما نفى ما تردد عن رفض الرئيس مقابله وفد من القيادات المسيحيه لبحث تطورات الازمه مشيرا الى ان الرئيس اجرى اتصالات بالقائم باعمال بابا الكنيسه الارثوذكسيه وشيخ الازهر من اجل العمل على تهدئه الاجواء ونزع فتيل الازمه. وفي ملف اخر قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الفريق الرئاسي قد يتم اعلان تشكيله مساء اليوم او صباح الغد على اقصى تقدير. من ناحيه اخرى اعلن المتحدث الرئاسي ان الرئيس اصدر توجيهاته الى وزاره الكهرباء بضروره حل ازمه انقطاع الكهرباء في اقرب وقت ممكن من خلال تشغيل المحطتين الجديدتين، وتوقع المتحدث حدوث انفراجه كبيره في الازمه بعد تشغيل المحطتين حيث تاخر تشغيلهما بسبب مشاكل لوجستيه، واوضح المتحدث ان دعوه الرئيس لترشيد الطاقه ليست بديلا عن التزام الدوله بحل هذه الازمه. عقدت المجموعه الوزاريه الاقتصاديه اول اجتماع لها اليوم برئاسه الدكتور هشام قندير رئيس الوزر... مجلس الوزراء وحضره الدكتور فاروق العقده محافظ البنك المركزي ووزراء الماليه والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والصناعه والتجاره الخارجيه وبحث المجتمعون تنفيذ تكليفات الرئيس محمد مرسي للحكومه المتعلقه بالشق الاقتصادي وكيفيه مواجهه عجز الموازنه العامه للدوله وبحث الصعوبات التي تواجه المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات العربيه والاجنبيه كما استعرضوا الجهود المبذوله لدفع عجله الانتاج وتشجيع الاقتصاد نشد اسامه صالح وزير الاستثمار القنوات الفضائيه ووسائل الاعلام الالتزام بميثاق الشرف الاعلامي وقال صالح في تصريحات صحفيه بعد اجتماع المجموعه الاقتصاديه ان الحكومه ستتخذ الاجراءات القانونيه ضد القنوات التي لا تلتزم بمعايير الشرف الاعلامي وتتعمد نشر الاكاذيب والشائعات التي تضر بمصلحه المواطن مشيرا الى ان العقوبات ستتراوح بين التحذير ولفت النظر وصولا الى الايقاف ثم سحب التراخيص نهائيا قال الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحه والسكان ان العلاج على نفقه الدوله سيستمر حاليا ولكن سيتم تغيير بعض القوانين المستخدمه في قرارات العلاج لتجنب المشكلات التي تسببها واكد حامد انه في حاله اقرار قانون التامين الصحي الجديد فسيتم الاستغناء تدريجيا عن العلاج على نفقه الدوله اكدت الدكتوره مرفه التلاوي رئيس المجلس القومي للمراه عقب لقائها مع الرئيس محمد مرسي انها غير راضيه عن تمثيل المراه في الحكومه وان الظروف التي تعيشها مصر هي التي فرضت هذا الواقع واضافت التلاوي ان الرئيس وعد بمسانده عدم التمييز بين الرجل والمراه واعاده النظر في حاجه وميزانيات المجلس واهدافه أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن من حق رئيس الجمهورية اختيار معاونيه ووزرائه بحرية تامة مؤكدة أن الحكومة الجديدة أمامها مهام صعبة وأضافت الجبهة في بيان لها أنه رغم تحفظها على اختيار بعض الوزراء فإنها ستمهل الحكومة الجديدة فرصة للعمل على تنفيذ برنامج المئة يوم التي حددها الرئيس والتي يمكن من خلالها تقييم أداء الحكومة وحذرت الجبهه من الغضب الشعبي اذا فشلت الحكومه الجديده في تلبيه احتياجات المواطنين الاساسيه على حسب ما جاء في البيان انتهى تقرير هيئة مفوض الدولة إلى صحة حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد قرار مجلس الشورى الخاص بفتح باب الترشح لشغل مناصب أو منصب رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية، وأوصى التقرير برفض طعون الصحفيين استنادا إلى صحة اختصاص مجلس الشورى بوضع المعايير والشروط الخاصة باختيار رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية. وان الجمعيات العموميه لتلك المؤسسات لا دخل لها باختيار شاغلي هذه المناصب ياتي هذا بينما اجلت المحكمه الاداريه العليا الى الاول من اكتوبر المقبل نظر الطعنين المقامين من محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه لالغاء اعمال لجنه اختيار رؤساء تحرير الصحف القوميه وجاء قرار التاجيل بسبب غياب غالبيه قضاه المحكمه هو النهارده كان ميعاد استئناف الشق المستعجل في قرار قرار مجلس الشورى الا انه فوجئنا بان السيد المشار رئيس الدائره اجل القضيه اداريا لواحد عشر وهذه التأجيلة يعتبر إجحاف بحقوق الطاعن وإجحاف بحقوق الناس النهاردة حتى الحكومة ما في الجلسة يعني يعني ممثل هيئه قضاء الدوله اللي هو محامي الحكومه لم يحضرش يعني محامي الدوله ما حضرش النهارده واغلبيه الساده المستشارين ما حضرتش ناشدت حمله هنلاقيهم للبحث عن مفقود الثوره رئاسه الجمهوريه وكافه الجهات المعنيه بتحمل مسؤوليتهم للكشف عن اماكن احتجاز المفقودين وقالت الحمله في مؤتمر صحفي عقد بنقبه الصحفيين اليوم ان عددا من اسر المفقودين تلقوا اتصالات هاتفيه من ذويهم اكدوا خلالها احتجازهم في عدد من السجون مع تعرضهم للتعذيب مطالبين بتنظيم حملات لتفتيش السجون معانا ناس عندها خبرة في ملف المفقودين ناس كانت مفقودة وظهرت محاكمين عسكريا ناس كانت مفقودة وتعرضت لحالات تعذيب معانا أهالي هيحكوا لنا عن مكالمات بتأكد لهم إن أولادهم في السجون ولما بيروح يسألوا عليهم في السجون دي مفيش حد بالاسم ده عندنا ناس بتجيلهم تهديدات إن أنتوا ما تدوروش على أولادكم عشان لو دورتوا على أولادكم مش هيرجعوا لكم تاني يعني أنا بتمنى بشكل شخصي إن إحنا نطلع النهارده من المؤتمر ده بشارع عارف يعني إيه مفقودين، عارف إن المفقودين دول لهم حق علينا زي الشهداء وزي المصابين وزي المعتقلين، وبدولة بتدور على المفقودين دول وبتكشف عن أماكن احتجازهم. انتهى إلى هنا موجز الأخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت الجزيرة مباشر مصر دوت نت، ونستقبل كذلك تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.